السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنركب في جيتور صباية أدريان ED 1300، قوة 1000 واط أهي. بعد غيبة الصباية أدريان رجعت تاني. هنعمل بقى حاجة حلوة النهاردة، هنعمل فيش عشان لو حب يحوشها في أي وقت يسافر بتاع يحوش. دي الوصلة لأدريان اهي، أرسيل أدريان 7 متر، الحاجة الوصلة المحترمة. وده الكابل الحجازي خدناه من قدام لورا. وهنركب وصلة RD عشان الكاسيت الأصلي مفهوش مكان RC. هنفك الكاسيت دلوقتي اهو، اهو فكنا الفريم وفي مسمارين تحت ومسمارين فوق، 4 مسامير هنفكهم. وده الار دي بعد ما ركب اهو، عشان الكاسيت مفهوش وصلات RC، عشان ده الكاسيت الاصلي. وبتاخد الوصلات كلها لغاية الخلف في الشنطة عشان تركب في الصباية. نشوف مع بعضنا بقى كده اهو بقى التركيب. لما الأسلاك وادي الفيشة اهي عشان لو حابب يحوشها في وقت تتحاش اهو. صباية أدريان ED 1300، القوة الفعلية 1000 واط، تمام اهو. هروح نجرب كده الصوت مع بعض. حبيبي ماشي، افتح